هنا اللحظة الأولى لدخول لجنة المراقبين إلى الغوطة الشرقية. ها هي سيارات لجنة الأمم المتحدة لتحقيق الكيماوي تدخل إلى الغوطة الشرقية في هذه اللحظات. ها هو فرق الجيش الحر. ها هي بعض من فرق الجيش الحر التي تقوم بتأمينهم كما تشاهدون. ولواء المراء على رأسهم. هنا الجيش الحر يقوم بتأمين لجنة المراقبين الدوليين إلى مكان قصف الذي قصف بالكيماوي. وها هي الأطباء، وها هي الأطباء الآن يقوم بإعطائهم عينة من أنسجة وشعر للمصاب. نحن بما انتم شايفين هون لجنة المراقبين اجت على زمالك لتاخذ عينات من المصابين، واخذين عينات من المصابين من لجنة المراقبين، ونحن مأمنين الحماية الكافية بإذن الله للجنة المراقبين بكل ما تتيح لنا من فرصة، ومأمنين يعني مستلزماتهم وكل ما تتيح لنا من فرصة أمنا لهم الحماية. وانتم مثل ما انكم شايفين هاي المدنية، وبإذن الله بإذن الله ان شاء الله الامور خير. وهن اخذين هلا بياخذوا عينات من الاطفال والنساء والشيوخ، وهي هي ارض الواقع ونحن بمنطقه زمالكا. الله اكبر.